مع القرآن الكريم وفضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كان
لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصي، فبصرت بي عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم. فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى قر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما
وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا.